خير، كيفكم؟ بكلمكم من مدينة ايندهوفن. هلا حنبدأ احتفال الجلو اللي بيصير هنا سنوي في ايندهوفن، وهو اليوم اللي بدأت فيه اختراع المصباح الكهربائي. كده هناخدكم على السريع ال 30 موقع. هو طول المسافة حوالي 5 كيلو، وصعب قوي انك تحاول تفهم الفنان شو بده يعمل بهالمواضيع، صعب جدا. هاي مدينتنا ايندهوفن بين معالمها الاساسيه، الكنيسه اللي كنا بنصور عندها، محطه القطار اللي على شكل راديو، ما تحت السحاب هاي ايفاليون، هاي طبقه طاير صار دلوقتي قاعد مؤتمرات وحفلات. من اضواء ما حيعملوا مثل الضوء الالهي، سبحانك يا خالق القمر سبحانك. المطاعم عندنا بايندهوفن، حبيت تشوفوا كمان منورين وعاملين حاجات حلوه، ورده وفل. يا شجره يا ورده يا فل. اعتقد دي احلى شيء اللي هناك شفته، ما اي كلام، ما حسيتش بحاجه يعني. شوف العالم قد ايه. بشر بشر بشر. بقى 5 دقايق على العرض، استنى شوي. سيمفونية الالوان حيبدا. جميلة الألوان، جميلة. مش قادر أصور كل العرض، إيديا اتجمدت. واو، دي عمارة قدامي على فكرة، مش شبابيك حتى مش مفتوحة، بس كأنك بداخل جوه العمارة، حاجة خرافية. جميلة. حلوة قوي. نزل راسك. بداية جمدت. أنا آسف حوقف، مش قادر أمسك إيدي خلاص. العمارة بتتحرك. جميلة. يمكن مش باينة في الصورة، بس صورة ثلاثية الأبعاد، يعني الشبابيك بتطلع من مكانها وبترجع تاني. طبق طاير. يا الله نازل علينا. أوه. الشبابيك بقت قصر يا جماعة، الشبابيك بقت قصر، سبحانك يا رب. يا الله على الجمال. الشبابيك بيتنط منها الألوان. الشبابيك بتتقلب. عالم الخيال. منظر ثلاثي الأبعاد رهيب فعلا، كأن العمارة تتفك وتتركب تاني.
جميل جميل. رجعت الشبابيك لمكانها أخيرا، الحمد لله الحمد لله. يا الله سلام. شوف حاجة تانية بقى، ايه ده؟ ده لسه الشبابيك بتقلب، الشبابيك بتقلب، الشبابيك بتقلب. حلو حلو، جميل جميل جميل. يلا اللي بعده. حلوة الألوان، يعني هاي الألوان، هاي الألوان البراقة تنزل معي من يومين بتضيع لك، بتضيع لك اكتئاب الشتاء. هاي الألوان الحلوة جميلة جميلة، حتى الناس بقوا ملونين تركيش لون صاير. في عرض هون، في عرض، بس انا مش قادر استنى الصراحه. خلينا نكمل الطريق، برد جدا. احنا واقفين قدام استاد فيليبس بي اس بي اس بي. العماره بتتفتح، برج الكنيسه بيتفتح. في شيء بيطلع من جواته، اخطبوط. برج الكنيسة بقى حديقة أسماك. يا سلام يا سلام، شيء جميل، روعة روعة. سحلية طلع على المدينة. كل شوية البرج يلف ويطلع منه حيوان جديد. عارف البرج ما بيلفش، بيتهيألك انه بيلف. يا الله، ده نهاية العرض، خلاص اتحول، خلص. البرج بقى له عينين وبق ومناخير وحركات. ويلا نكمل العرض اللي بعده. حاجة عمارة بتتقطع. كان في واحد بينشر منشار. طب يا عم ايه ده؟ فيلم رعب. العمارات اللي هنا دي مش بس ان هي غاليه، لا ده كمان لازم يكون جايب جواب توصيه، حد موصي عليك ان انت حسن السير والسلوك من حدا ساكن في العماره علشان يرضوا يسكنوك هنا. تخيل، يعني مش علية القوم، لا يعني احسن القوم. المنطقة اللي انا ماشي فيها دي من المناطق الراقية في مدينة عين دوين. اها، شو هذا يا هذا، شو هذا يا هذا. فجأة بقينا في غابات الامازون. الورد، بس الورد مش طالع في الكاميرا كويس. يلا يلا تعال نشوف اللي بعده، يعني كأنك في الغابة، الناس عم يتصوروا مع الوردات الحلوين. وادي وادي كل الناس داخلين، يلا ندخل معاهم شوف في جوا يا ترى. ناخدها من البداية. اي الله يا غادر، اخ بس دفى شويه. ايه اللي بيحصل ده؟ يعني انت بتحس كان الناس مجانين هم اللي عملوا الحاجات دي. هو دفى وخلاص يعني. طب يشغلوا لنا موسيقى ونرقص بقى من هو عاملين ديسكو كده. اي هبل في الجبل شوي. احنا ماشيين جوا سفينه فضاء ولا دخلنا على العقل تبع السفينة؟ اوهو
تعال نمشي عشان قربت اتجنن. في مسار طريق مهرجان الوهج، مهرجان الاضواء من مدينة ايندهوفن هولندا. المجموعة وينك؟ والله زحمة. المشكلة ايه؟ ايديا اتجمدت. انت ما في صحيح ما في شايف البنات لنا ما في صحاب ولا في شيء، بس سريع يعني الحرارة هلا ناقص واحد. انت متهيأ انا عم بقع كده. اخر اليوم خلاص الحمد لله، الدنيا ليلت ومفيش حد في الشوارع وانا راجع على البيت. اتمنى تكون عجبكم مهرجان الاضواء بمدينة ايندهوفن، وتنسوش تعملوا سبسكرايب لو عجبكم الفيديو تحت، سبسكرايب اشتراك ضروري جدا، وتعملوا لايك عشان يتوزع في بقية القنوات، وتبعتوه لاصحابكم اللي عايزين يتسلوا ويتفرجوا على هولندا ومدينة ايندهوفن. وان شاء الله هيك الله يحيينا، والسنة الجاية كمان نصور مهرجان الاضواء عشان تبقى ثالث سنة. ولو حبيت تشوفوا اي مدينة قولوا لي، اقتراحاتكم اهلا وسهلا بيها. واشوفكم الفيديو الجاي، يلا سلام، باي. والدنيا برد، باي.